يعتبر الغاز الطبيعي وقودا مهما للطاقة حتى مع انتقال العالم إلى اقتصاد خالي من الكربون. عند الاستثمار في هذا السوق من الضروري معرفة خصوصيات وعموميات إنتاج الغاز الطبيعي حسب البلد. ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي العالمي بنحو 5% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 4.04 تريليون متر مكعب في عام 2021، وكان للحرب الروسية الأوكرانية أثرا كبيرا على تغير موازين الطاقة في العالم. لذلك قم أعزائنا المشاهدين بوضع قائمة لأكبر 10 دول منتجة للغاز الطبيعي في العالم حسب آخر إحصائيات 2023، استنادا على إحصائيات من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من قبل وكالة الطاقة الدولية. ولكن قبل بداية الفيديو متابعينا، فنحاول إيصال الفيديو لعشرة ألاف إعجاب، وبدون إطالة فنبدأ الفيديو. في المركز العاشر تأتي الجزائر. الإنتاج 100.8 مليار متر مكعب. تعد الجزائر من أكبر 10 دول منتجة للغاز الطبيعي. في عام 2023 زاد إنتاج البلاد بنحو 24% عن العام السابق ليصل إلى ما يزيد قليلا عن 100 مليار متر مكعب لأول مرة. تمتلك الجزائر خامس أكبر قدرة تصدير للغاز الطبيعي المسال في العالم، وفي عام 2021 زادت صادراتها بأكثر من 28% من عام 2020. وفي عام 2021 وفرت البلاد حوالي 11% من الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا، والذي من المتوقع أن يزداد في عام 2023. وقعت إيطاليا اتفاقية مع الجزائر لزيادة كمية الغاز الطبيعي التي تستوردها من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. في المركز التاسع تأتي النرويج. الإنتاج 114.3 مليار متر مكعب. النرويج هي تاسع أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم وثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي. لقد حلت الدولة الإسكندنافية محل روسيا بشكل مفهوم كمورد رئيسي لسوق الغاز الطبيعي لأوروبا. عززت شركة الغاز الطبيعي النرويجية الإنتاج استجابة للطلب المتزايد، وتشير تقديرات منتصف عام 2022 إلى إمكانية إنتاج 122 مليار متر مكعب لهذا العام، وهو رقم قياسي للبلد. في المركز الثامن تأتي المملكة العربية السعودية بإنتاج يبلغ 117.3 مليار متر مكعب. المملكة العربية السعودية ثامن أكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي، وشهدت زيادة إنتاجها بنحو 4% عن العام السابق إلى إجمالي 117.3 مليار متر مكعب من وقود الطاقة. يمثل هذا الرقم أيضا على مستوى الإنتاج الغاز الطبيعي منذ عقود. أفادت إدارة معلومات الطاقة أن هذا النمو في الإنتاج يرجع في جزء كبير منه إلى زيادة تطوير آبار الغاز الطبيعي المستقلة. وفي عام 2021 منحت شركة أرامكو السعودية التي تديرها الدولة عقودا لشركات الطاقة التي تتطلع إلى تطوير أكبر حقل غاز غير تقليدي في المملكة العربية السعودية. الجافورة الواقع بالقرب من الخليج العربي لا تصدر الدولة حاليا إنتاجها من الغاز الطبيعي، ومع ذلك تخطط الحكومة السعودية لبدء تصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2030. ووفقا للتقييم الأثر البيئي، تعمل المملكة العربية السعودية على استبدال النفط الخام وزيت الوقود والمولدات الكهربائية التي تعمل بالديزل بالغاز الطبيعي وتوليد الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما سيؤدي إلى من المرجح أن يزيد الطلب المحلي على الغاز الطبيعي. في المركز السابع تأتي أستراليا بإنتاج 147.2 مليار متر مكعب. منذ عام 2009 أضافت أستراليا أكثر من 100 مليار متر مكعب من إنتاج الغاز الطبيعي. نمت صادرات الغاز الطبيعي المسال لأستراليا بشكل كبير خلال العقد الماضي مع ظهور العديد من المرافق، وتمتلك أستراليا اليوم أكبر قدرة تصدير غاز طبيعي مسال عاملة في العالم. في المركز السادس تأتي كندا. الإنتاج 172.3 مليار متر مكعب. تمتلك كندا 83 تريليون قدم مكعب من احتياطات الغاز الطبيعي المؤكدة. تعد كندا أيضا من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي، حيث تعتمد حصريا على الخطوط الأنابيب، حيث تعتبر الولايات المتحدة الشريك التجاري الوحيد لها. في عام 2021 جاءت 99% من جميع الواردات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي من جارتها في الشمال. الحقيقة أن كندا تفتقر إلى البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، تجعلها مصدرا محتملا لتلبية احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي بدلا من روسيا. في المركز الخامس تأتي قطر. الإنتاج 177 مليار متر مكعب. قطر هي خامس أكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي، وتستضيف ثالث أكبر احتياطي مؤكد للغاز الطبيعي في العالم.
تقع غالبية احتياطات البلاد في أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، حقل الشمال البحري. تصنف الدولة الشرق الأوسطية أيضا كثالث أكبر مصدرين الغاز الطبيعي، وتتصدر العالم في صادرات الغاز الطبيعي المسال. في الأولية الأخيرة اتخذت قطر خطوات للاستفادة بشكل أكبر من مواردها في محاولة لتوسيع أن شركة القطر البترولية المملوكة للدولة تتطلع إلى زيادة سوق تصدير الغاز الطبيعي المسال لتتنافس مع شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي. في المركز الرابع تأتي الصين بإنتاج يبلغ 109.2 مليار متر مكعب. في السنوات الأخيرة حفزت الحكومات الصينية الإنتاج من الفحم إلى الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة لتقليل تلوث الهواء وتحقيق أهداف الانبعاثات. تضاعف إنتاجها من الغاز الطبيعي تقريبا في العقد الماضي، ولكن الصين لا تزال تعتمد على الواردات لتلبيته حوالي نصف طلبها. تعد أستراليا وتركمستان والولايات المتحدة وروسيا وقطر من أكبر مزودي خدماتها. وفي مارس 2022 أصدرت الحكومة الصينية خطتها والتي تحدد هدف إنتاج الغاز الطبيعي المحلي عند 22.3 مليار قدم مكعب في اليوم بحلول عام 2025. في المركز الثالث تأتي إيران، الإنتاج 256.7 مليار متر مكعب. إيران هي الثالث أكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي، وتمثل 6.4% من الإنتاج العالمي. تحتل الدولة الشرق الأوسطية المرتبة الثانية من حيث احتياطات الغاز الطبيعي، ومع ذلك فإن البنية التحتية لصناعة الغاز الطبيعي فيها متخلفة كثيرا عن أكبر منتجي الغاز الطبيعي. وفي عام 2021 كان إنتاج إيران من الغاز الطبيعي حوالي ثلث إنتاج روسيا وربع إنتاج الولايات المتحدة. نظرا للطلب العالمي المتزايد عن الغاز وحاجة أوروبا إلى استبدال الواردات من روسيا، فمن المحتمل أن تأمل إيران في استحواذ على حصة من سوق الغاز الدولي في المستقبل، على الرغم من أن هذا الطلب سيتطلب زميل المعهد الدولي لاستثمارات ضخمة ورأس مال تفتقر إليه حاليا، وفقا للدراسات الإيرانية وباحث في معهد الشرق الأوسط. في المركز الثاني تأتي روسيا، الإنتاج 701.7 مليار متر مكعب. كأكبر مصدر وثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، تمتلك روسيا أيضا أكبر احتياطات الغاز الطبيعي والمعروفة على هذا الكوكب. وبحسب ما ورد تمتلك مجموعة الطاقة المملوكة للدولة غاز بروم 16.3% من احتياطات الغاز الطبيعي العالمي. نوفاتيك هي شركة أخرى من منتجي الغاز الرئيسيين في البلد. وفقا لوكالة الطاقة الدولية، تاريخيا كان الإنتاج يتركز في غرب سيبيريا، ولكن الإنتاج تحول في العقد الماضي إلى يامال وشرق سيبيريا بالإضافة إلى القطب الشمالي البحري. في المركز الأول تأتي الولايات المتحدة، الإنتاج 934 مليار متر مكعب. تعد الولايات المتحدة إلى حد بعيد أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، وتمثل ما يقرب من ربع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي العالمي. زاد إنتاج البلاد بأكثر من 300 مليار متر مكعب بسبب التكلفة المتزايدة للفحم والتقدم في التكنولوجيا للاستخراج مثل الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي والمعروف أيضا باسم التكسير، بالإضافة إلى كونهم منتج رئيسي للغاز الطبيعي. تعد الولايات المتحدة أيضا أكبر مستهلك للوقود. في عام 2021 بلغ طلب الولايات المتحدة على الغاز الطبيعي 836.7 مليار متر مكعب بشكل أساسي لتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء. وفي النصف الأول من عام 2022 أفادت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث زادت البلاد الشحنات إلى أوروبا بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا. متابعينا لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو، إن أعجبكم الفيديو من فضلكم لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، وشكرا جزيلا لكم على المشاهدة.